ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. شوفوا النسب كيف كان النسب، وشوف عباس كيف يثبت نسبه وكيف هو سليل النسب، يبين أن أباه هو الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وجده هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وخالته هي عائشة أم المؤمنين، وجدته هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمته هي خديجة لأنها بنت عم الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. عامة الكلام هنا على فضل أبي بكر. ثانية سيد هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال أبو بكر في الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وبنعم الصحبة اصطفاه الله لذلك لعلمه منه لأنه أحق الناس بهذا. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما استحضار مايات الله جل في علاه. هذا أمر عظيم جدا، جلل ما يستطيع الإنسان أن يستحضره إلا إذا أوزع الله في قلبه ذلك، وكم من البشر لا يستطيعون أن يستحضروا مثل هذا الأمر العظيم الجلل الذي به الحياة وبه الثبات وبه السداد وبه الفلاح وبه الرشاد. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، ومن أحسن الظن في ربه كان الله فوق حسن الظن. قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا تتركني في صحراء جرداء ليس فيها زرع ولا ماء. يقول إبراهيم إي والله نعم. قالت إذن فلن يطيعنا، فأرسل الله جبريل في التو والله حضر، فقال لها إن الله لا يضيع أولياءه، فضرب في الأرض فكانت زمزم. وهنا أبو بكر يقول لو أحد نظر إلى موطئ قدمه سيروننا. فقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالأسباب كلها يمتلكونها لكن الله على كل شيء قدير. لذا قلنا لإخواننا هناك وهم يجاهدون أكفر أهل الأرض وألعن أهل الأرض، بل ليس الجهاد فقط وحده الذي يلقونه، بل يلقون الجفا والجفوة من الجميع. وأنا ما أرى أن الجفوة لها تأثير سلبي أكبر أو أعظم مما أراه في النصرة التي فيها الكذب والمكيدة من اليمنيين الحوثيين أحفاد مسيلمة الكذاب، من حزب اللات هذا الخبيث ابن الخبيثة، ومن إيران الكاذبة بنت الكاذبة. وهذه كلها يعني تكيد له وتنكر وهو لا يدري. أنا مشكلتي مع هؤلاء لأنه يقترب منهم وهو يدري أنه يقترب من النار وأحاطت به النار من كل مكان. ولذلك ما أريد منه إلا أن يعتز بربي وأن يجمع جمعية قلبي لربه، كفى ما يحدث في إخواننا هناك في غزة من قتل وتشريد وسفك دماء وإسالة دماء بدم بارد، والناس جميعا لا يفعلون شيئا، والله جل في علاه والله الجبار فوق عرشه يرى كل شيء ويعلم كل شيء ويقدر كل شيء. ليس لنا وليس علينا إلا أن نذهب بجمعية القلب لله جل في علاه. مما رأيت من إخوتي الأفاضل هناك في غزة من النساء الواحدة منهن تملأ الأرض رجالا، ومن الأطفال الذين يعلموننا كيف الفرق الواسع البون الشاسع والفرق الواسع بين الذكورة والرجولة. هؤلاء وهم تحت وطأة هؤلاء الملاعين الكفرة الفجرة، ومع ذلك القلب ولله الحمد يثبت. فأنا أقول لهم ليت صوتي يصل للجميع، وأقول لهم أبشروا من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. ولكن قد قلت لنفسي وقلت للجميع لابد أن تعلموا أن استجلاب معيات الله جل في علاه لها أسباب ولها ضوابط، وجب علينا أن نأخذ بها ليرى الله منا الصدق فيكون معنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله سكينته على أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين من نصرته ومن تمكينه. فرد الله الذين كفروا خاسئين، لم ينالوا خيرا ولم ينالوا شيئا، حتى من جندوهم قلبهم الله عليهم، والله على كل شيء قدير. سراقة كان يشتد في الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلب الله قلبه عندما رأى رسول الله، فصار جندا من جنود الله جل في علاه يدفع الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سلام، وقد كان والنبوءة تحققت، وأن الله جل في علاه ما أخلف وعده لنبيه، وقد تأسست الدولة الإسلامية، وقد حدث ما قال لابنته: لا بأس على أبيك بعد اليوم، ما يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فتمكنوا من رقاب البلاد والعباد في مدة وجيزة من الزمن، حتى ذهب عمر الخطاب حافيا يتأبط نعله، يسير على مخاضة بل حافيا، فينظر إلى أبو عبيدة وقال: ما أتينا بك لهذا؟ أتينا بك لتستلم مفاتيح بيت المقدس؟ فقال كلمة: لابد أن نعود لها ونعيش فيها ونعيش معها، لا يمكن أن نفوز أو نعلو إلا بها. قال: إيه يا أبا عبيدة، ليته قالها غيرك نحن كنا أذل قوم. قال: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغيت العزة بغيره أذلنا الله. نحن لا نعتز بشرق ولا بغرب ولا بشيء ولا بأحد، نحن علينا أمور بضوابط الشرع نأتي بها، والنتائج على الله محكمة، فإن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى، وإن الله لا يظلم الناس شيئا. اللهم كن لإخواننا هناك، اللهم كن لإخواننا هناك، اصبروا وصبروا وربط، افعلوا خيرا لعلكم تفلحون. قال: يا أبا بكر، ما ظنك اثنين الله سألتهما؟ فكانت الانطلاقة وتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنه حين وقع بينه وبين ابن الزبير: قلت: أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية. فقلت لسفيان: إسناده؟ قال: حدثنا فشغله إنسان قلت ابن جريج، والإسناد الظاهر أتى به ابن جريج. قال ابن أبي مليكة: كان بينهما شيء، فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير؟ كان الأمر شديدا، ولكن كان أمرا شرعيا، لأن ابن عباس تعلمون أنه نقل عنه المتعة والفتوى بالمتعة، فقام خطيبا فقال: ما لي أرى أقواما طمس الله بصيرتهم كما طمس أبصارهم يقولون بالمتعة. فقام ابن عباس فقال له: ما لي أراك جلفا عربيا؟ فقال ابن الزبير: فعلها وسترى لأرجمنك بالحجارة. يقولون له: أتريد أن تقاتل ابن الزبير؟ فتحل وحرم الله. فقال التقي النقي: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحل أبدا، لا أحل الحرم أبدا. قال الناس: بايع ابن الزبير. فقلت: أين بهذا أمر عنه؟ ويعني من أحق بذلك دونه؟ فقال وبين الشروط التي توفرت فيه، وبين صفة الزبير ابن الزبير. قال: أما أبوه فحواري النبي، حواري النبي المخلص الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير. وأما جده فصاحب الغار رضي الله عنه وارضاه، وأمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي يريد خديجة، وأما عمته النبي فجدته، وأما عمته النبي فجدته يريد صفية رضي الله عنه وارضاه. ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، شوف حتى بعد المخاصمة كيف يبين فضله. ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، ألا تبا للحزبية والطائفية التي تفرق وتمنع الإنسان أن يقول كلمة الحق وأن يعطي الناس منازلهم؟ أعوذ بالله من هؤلاء، أعوذ بالله. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وإني اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وأستغفر لإخواني، وإني بك على هؤلاء الملعين الذين تجرؤوا على دماء إخواننا وأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا. اللهم كن لهم معينا يا رب العالمين، وكن على هؤلاء جبارا. اللهم تجبر وتكبر عليهم يا رب، اللهم أتيهم بعذابك كعذاب فرعون. اللهم إنهم فعلوا أشد ما فعل فرعون. اللهم عليك بهم.